هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، وبالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء. في النهاردة شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهاردة، درجة الحرارة في القاهرة على سبيل المثال 30، فهل دي موجة حارة مكملة معنا ولا هتنتهي قريبا؟ هو بالفعل في استمرار لارتفاع قيم درجة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. أغلب المحافظات درجة الحرارة فيها أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 لـ4 درجات. بالفعل اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع في فترة الظهيرة تسجل 30 درجة مئوية. مفيش اختلاف كبير في حالة الطقس عن أمس في إحساسنا بدرجات الحرارة، لأن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، بالإضافة كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على ارتفاع قيم درجات الحرارة، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، فالطقس فترة النهار طقس مشمس وحار في معظم المحافظات الموجودة في الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، دافي بشكل كبير في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، يمكن دي بتكون أقل درجات حرارة من باقي محافظات الجمهورية، وده بيكون كمان في فترة الظهيرة تحديدا من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، الوقت ده اللي بتسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، وفترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس في انخفاض في قيم درجات الحرارة، وفرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز أحيانا 10 درجات، لكن كمان فترات الليل بدأت الصغرى ترتفع عن الليالي اللي كان بيبقى فيها برودة، البرودة قلت فترة الليل بشكل كبير، أصبحت الأجواء لطيفة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. يمكن ممكن بعض المدن الجديدة الأماكن اللي بتبقى مفتوحة بشكل كبير أو اللي لها ظهير صحراوي ممكن نلاقي فيها بعض البرودة، لكن طبعا الأجواء بصفة عامة أجواء لطيفة فترة الليل. كمان اليوم الشبورة المائية كانت شبورة مائية أثرت على الرؤية الأفقية في أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا تدريجيا من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ في التلاشي، رؤية الأفقية تبدأ تتحسن على أغلب الطرق، الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير ومتوقع استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة لحد يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله، يمكن كمان يوم السبت، الأجواء الحارة مكملة معانا لحد يوم السبت، واعتبارا من يوم الحد اللي جاي هيبدأ يأثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، منخفض الجو ده متعمق بشكل كبير، فهيبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض، يمكن دي أهم عنصر هنحس بيه خلال الأسبوع اللي جاي إن شاء الله من يوم الحد، انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 3-4 درجات في معظم المحافظات، مع الانخفاض ده كمان هيكون في نشاط لرياح في أغلب الأنحاء، هيؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة، ووارد جدا يكون في فرص لسقوط الأمطار في محافظات شمال البلاد، لكن دايما إحنا بنقول على فصل الربيع فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة. صحيح. والتغير كبير في خرائط الطقس من يوم للتاني، فعشان كده مهم جدا ناخد بالنا اول حاجه من نوعيه الملابس خلال فترات الليل، بناكد على عدم تخفيف الملابس او نرتدي الملابس الصيفيه، لا خلينا في الملابس الخريفيه او الشتويه الخفيفه خاصه في فترات الليل، لو بنخرج من فتره ما بعد المغرب لحد فتره الصباح الباكر، وبناكد كمان على المتابعه الجيده للنشرات الجويه. طبعا بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 30 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 31-18، الإسكندرية 24-15، العلمين الجديدة 25-15، مطروح 23-14، ودمياط 24-18، بورسعيد 24-20، والإسماعيلية 32-18، السويس 31-19، والعريش 27-16، كاترين 22-12، وطوبة 29-18، حلايب 28-20، وشلاتين 22-21، شرم الشيخ 33-24، والغردقة 34-22، الفيوم 32-17، وبني سويف 33-18، الوادي الجديد 36-18، وأسيوط 35-19، سوهاج 35-18، وقنا 36-18،
الأقصر 36-21 وأسوان أيضا 36-21. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لبسنت ومصطفى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا شكرا.